السلام عليكم، وياكم دكتور علي فارس. بحلقة اليوم راح نشرح الـ 3D View بالإضافة إلى قائمة السيرفس وقائمة الفوليوم ريندرنج. أول شيء الـ 3D View نكبرها بهذه الطريقة. أول خانة متعلقة بالـ STL Surface مثل الـ Upper أو الـ Lower والـ Surgical Guide اللي مشتغليها، نقدر أظهر وأخفاء. هذان الـ STL فايل، هذا الـ Visible يمثل ظهورها بالـ 3D، أما الـ Hint فيمثل ظهورها بالأشعة مثل هذه، ظهور وأخفائها بالأشعة، وممكن أيضا حذفها من خلال الضغط على علامة الأكس. نقدر نختار الـ STL فايل اللي نريد نسوي له Duplicate ونعمل Duplicate، راح يتدبل الـ STL فايل. كذلك ممكن تغيير الألوان بضغط على مربع الكلر وتغيير اللون مثلا، وممكن تغيير الاسم على سبيل المثال، وخيار الهايد ماكسيلاري تيث والهايد مانديبولار تيث. هذين الأسنان بعد ما سوينا لهم سيجمنتيشن ممكن أظهرها وأخفائها مثل هذه الطريقة، هايد ماكسيلاري تيث وهايد مانديبولار، أو نعمل شو. الخانة الثانية هي تتعلق بخانة الدايكون فايل LCBCT، نقوم بإظهار وأخفاء LCBCT، ونستطيع تغيير لونها مثلا على سبيل المثال، نستطيع عمل دوبلكيت للCBCT أو أد يعمل على إضافة نسخة أخرى. للعودة إلى الشكل الطبيعي نضغط Rest to Default. من خلال هذه الشريطين نعمل على تقليل الدنسيتي بحيث يظهر السوفت تيشو، أو زيادته إلى أن يبقى فقط الهارد تيشو أو فقط الإنامل، أو تختفي تماما ويمثله هذا الشريط في أسفل الـ 3D View. قائمة الماتيريال المتعلقة بالأظهار بالبريق والانعكاس والشاينينج والترانسبارنسي، الشفافية، ممكن أن نجعلها شفافية بهذه الطريقة. هذا إذا كنا مختارين الـ CBCT. أما إذا مختارين الـ STL فايل نفس الطريقة، نقوم بتقليل الشفافية مثل ما تلاحظون بالأبر. الخانة الأخيرة هي متعلقة بالكات، نستطيع قطع الأجزاء الغير مرغوب بها مثلا. أولا نحدد الفايل الذي نرغب بعمل كات إليه مثل الدايكون فايل، ونضغط كات. بهذا الشكل، ثم نضغط كات مرة أخرى حتى يكون الماوس حر. أو نضغط كلير للعودة إلى الشكل السابق، أو الضغط على ايزوليشن لعزل جزء عن بقية الأجزاء، ولكن يجب أن يكون منفصل. نقلل الشوائب ونختار الأبر بهذه الطريقة، نضغط Rest to Default للعودة. الخيارات الموجودة على يمين الـ 3D View متعلقة مع الـ Volume Rendering Panel، بعضها مشتركة. نقدر من أول خيار نغير إلى Left أو Right، Top، Bottom وغيرها بحيث نفر الـ CBCT. الخيار الثاني يتعلق بالأظهار الرندرنج، الأوريجينال هو هذا الرصاصي، نضغط على Presets ونغير على حسب الرندر، مثلا هذا يكون هيك شفاف وبين من خلال الزرعة والنيرف مثلا الأكس راي والبون سكين مثلا. نفس هذه الخيارات اللي نغيرها من هذه القائمة هي موجودة بالفوليوم ريندرينج بانل، هذه الخيارات نفسها. للعودة إلى الشكل السابق من السيرفس نضغط Rest to Default. أما خيار الكواليتي فيتعلق بكواليتي الرندرة، نقدر نحوله لو، ميديوم، هاي، ونفسه يمثل هذا الشريط. فمثلا إذا حولناها إلى لو راح يكون هذا الشريط صفر. بصراحة ماكو فرق ملحوظ يعني بيناتهن، فنبقي مثل ما هو.
هذه الأيقونة تسمح لنا بإظهار وإخفاء الـ STL file، مثلاً اللور إخفائه، وكذلك الأبر مثلاً على سبيل المثال، الجايدات أو إظهارها. بهذه الطريقة، هذا الخيار هو لإضافة صورة 2D فوق الـ CBCT، غير محبب بصراحة، ما يكون دقيق مثل الإكزوكاد. أما هذا الخيار هو لتحريك الموديل، فالضغط على الجايد مثلا وممكن تحريكه، سحبه إلى الأعلى أو الأسفل وتغيير الاتجاه مالته، Ctrl Z للعودة، أو تحريك الـ STL file الأبر. ممكن إضافة سلايسز من هذا الخيار، مثلا الكروس سكشن. عندما نغير الكروس سكشن فيو راح تتغير بال 3D، فنعرف عليها سن واقفين. كذلك بال OPG مثلا نوقف على هذا السن upper 6 or 7 راح تتحول لفيو بهذا الشكل وهكذا. ونقدر نظهر فيوات أخرى، سجيتال، كورونال، أكزيال، أو حذفها. هذا مخطط بياني شو، وهذا الخيار لعمل بلان كات بحيث تكون على مسافة أوي من الناظر، يكون كات للأجزاء نفسه موجود. هذا الخيار بأسفل الشاشة، نير بلان كات أو فار بلانكات، يكون بوستيريرلي على العكس. أكو خيارات أخرى تتعلق بالبرايتنس مثلا والكونتراست. ممكن جعل صورة CBCT بمظهر عصري أكثر من خلال الضغط على سيرفس، تغيير اللون إلى أزرق مثلا، والعودة للفوليوم ريندرينج نجعلها مور برايتنس أو أقل، وكذلك الكونتراست نرجع للسيرفس ونخلي شفافية قليلة. بهذه الطريقة